أعزائنا وأحبائنا مشاهدين قناة لوجوس، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج كنيستي في المهجر. حلقة النهاردة يعني هتبقى مختلفة شوية. أنا عارفة إن في ناس كتير تواصلوا معايا الأيام الماضية وطلبوا إن احنا نعمل فقرة عن الدايت، سواء في التغذية العلاجية أو في الأنظمة الغذائية. فأنا سعيدة النهاردة طبعا يكون معاكم يعني ونتكلم في حاجات مهمة جدا عن الدايت. وهيكون معنا طبعا نظام غذائي لإنقاص الوزن في 6 أسابيع، هيمشي مع كل الناس اللي بيتفرجوا علينا وهنتكلم في تفاصيله طبعا. بس أحب أقول لكم إن إحنا ينضم معنا بعد قليل كابتن سمير خليني، هيكلمنا في الجزء الرياضي أو في الجيم أو في ممارسة الرياضة مع الدايت. ده هيكون بعد قليل عشان هنفهم منه برضو هل نعمل دايت بس طب ولا نعمل رياضة بس، لأن في ناس كتير بتقول طب ما كفاية رياضة طب ما كفاية الدايت بس. فهنفهم ونتعلم أكتر. كمان في الجزء التاني معانا الخادم المتميز إيمانو الغالي الشهير بمانو. مانو كان زي ما حضراتكم لو مش عارفين في المهجر، مانو صاحب الحادثة الشهيرة في مصر ونموذج يحتذى به فعلا، نفتخر به في كنيستنا وكل الآباء بيفتخروا به. ومانو حاصل على 2 ماجستير في المشورة الأسرية وفي حاجة تانية أنا طبعا مش متذكراها بالظبط، بس هو النهاردة معانا وبصفته خادم المشورة متميز. هنتكلم معايا عن أهم أسئلة وحلول المشاكل الزوجية الشائعة بين الكابلز أو بين الأسر في كل مكان، وإحنا طبعا خصينا مشاكل الأكتر شيوعا في المهجر. يعني خلوني أبدأ مع حضراتكم النهاردة، وزي ما كنت بقول في أول حلقة إحنا النهاردة هندي نظام غذائي جميل جدا جدا. ليه اخترت إن هو يكون 6 أسابيع أو يعني ما يعادل 40 أو 42 يوم؟ لأن أي نظام أقل من 6 أسابيع أو 8 أسابيع فده يعتبر مش نظام غذائي، باستثناء طبعا لو الواحد راح فاكيشن أو راح حتة ولغبط أو راح فرح فممكن يعمل كام يوم أو أسبوعين كده يصلح الغلط. لكن أي نظام غذائي لإنقاص وزن ما ينفعش يبقى أقل من كده. أي حاجة أقل من كده يبقى إحنا أكيد بنضحك على نفسنا، يعني أي حاجة بتحتاج وقت. زي ما بقول قبل ما أقول النظام الغذائي وقبل ما أتكلم في تفاصيله وأشرح لكم بالتفصيل، عايز أقول على أهم حاجة وأهم أخطاء بنقع فيها كلنا في الدايت وبتبوظ الدايت تماما. عايزين ننجح الدايت، عايزين ما نقف على الميزان نلاقيه بيتحرك بس ما يبقاش هو الأساسي في تفكيرنا. يعني ناس كتير الميزان بيبان معاها من أول أسبوع، ناس تانية بيبان معاها بعد 2 أسبوع 3 أسابيع يبتدي الحرق يشتغل أكتر في كل جسم وكل سن وكل مرحلة في الحياة. في موضوع انقاص الوزن بتختلف عن التانية، الأطفال طبعا مختلفين، الشباب مختلفين، فوق 40 مختلف، فكل مرحلة ليها طابعها في فقدان الوزن. بس المهم إن الواحد يكون بيعمل عليه والميزان ينزل، اللي ينزل كيلو في الأسبوع حلو، اللي ينزل 2 كيلو حسب سنه حلو، المهم إن احنا بننزل مش بنطلع. فدي أهم حاجة نتفق عليها في الدايت. في حاجات مهمة جدا جدا بتخلينا كلنا نحبط وبنقع فيها في أخطاء في الدايت لازم أوضحها ولازم نحاول نحلها، علشان لما نعمل أي دايت في الدنيا هننجح مهما كان الدايت سهل مهما كان صعب. لو حد عنده يعني بقصد بدايت صعب أصحاب مثلا الغدة، أمراض الغدة الدرقية والحاجات اللي بتسبب زيادة في الوزن بيحتاجوا طبعا دايتات مختلفة. بس خلينا النهاردة نقول الأسباب العامة اللي بتخلي الدايت يفشل وبنقف على الميزان وبنحبط ونقوم لخبطين الدايت بعد تاني أسبوع على طول علشان ما نقعش فيهم. أول خطأ بنقع فيه وتعودنا الغلط في بلدنا هو موضوع الفري داي، الوجبة أو اليوم المفتوح. احنا ياريتها وجبة، احنا في مصر بنسميها يعني اليوم المفتوح كل أسبوع. فكرة اليوم المفتوح كل أسبوع دي فكرة غلط تماما. ليه غلط بقى؟ طب ما احنا عملت دايت خسيت 2 كيلو مثلا، خسيت كيلو، جيت خدت يوم مفتوح لخبطت فيه حاجات كتير، يبقى كل اللي خسيته خدته في اليوم المفتوح رجعته تاني. الأسبوع اللي بعده هيحصل ايه؟ هخس اللي أنا رجعته تاني، هنفضل في حلقة ما بتنتهيش. عشان كده بنحبط نقول إيه ده؟ ده أنا خدت اليوم الدايت ورجعت تاني اللي خسيته، والأسبوع اللي بعده رحت رجعت تاني اللي خسيته أول أسبوع وفضلت أعطل في الأيام. طب يبقى أحسن حاجة في الحالة دي الواحد ممكن يعمل إيه؟ هو الدايت كورس علاج كده،
يعني السمنة مرض، هنعتبر ان السمنة دي مش نعتبرها ده هي مرض اساسي مسؤول عن كل الأمراض اللي الواحد بيسمع عنها، معظم الأمراض اللي في الدنيا، القلب والسكر والضغط والركب والظهر، كل حد كل دكتور الواحد هيروح له أو هيرجع له هتنتهي بيه الأمر إن هو هيقول له لازم تخس ولازم تلعب رياضة. فأهم اتنين الرياضة هنتكلم فيها مع كابتن سمير، بس خلينا في جانب الخساسين، وأنا هشرح بالتفصيل كل الحاجات دي قبل ما أتكلمكم في الدايت عشان خلي الدايت ده ينجح ومبقاش فيه حاجة غلطات من اللي بتعملوها فيه وتقولوا إن الدايت مثلاً ممشيش معانا ومشتغلش. فزي ما قلنا يوم الفريدة هنلغيه خالص من القاموس، ما نعرفوش دلوقتي، مش قبل 6 أسابيع على الأقل الواحد يكون نزل مقدار كويس من الكيلوهات أو من الباونز، لو إحنا بنتعامل بالباونز هنا، ساعتها ممكن ياخد وجبة تشيت ميل، يعني وجبة هابي ميل زي ما بيسموها في مصر، يعني وجبة تشيت، يعني نزوغ كده وناكل حاجة مفيش مشكلة، حاجة واحدة بس ما يبقاش اليوم كامل. فأول حاجة احنا هنلغي اليوم الفري. تاني حاجة لما بنعمل دايت القياس الوزن ما ينفعش يبقى على مدار اليوم صبح ظهر بالليل، لأن كل ميعاد في اليوم وزن فيه بيختلف، يعني الصبح غير بالليل، غير بعد الظهر، غير بعد ما تاكل، غير بعد ما تشرب مية، الكلام ده ما ينفعش خالص. احنا نقياس الوزن فيه أثناء الدايت أو في أي مش أثناء دايت بيكون الصبح أول حاجة تعملوها أول ما تصحوا، مش في أي وقت تاني. أي وزن تاني في أي على مدار اليوم ده وزن مش حقيقي وغير دقيق بالمرة، وفي أوقات طبعا السيدات ما ينفعش تقيس فيها لأنها بتكون في أوقات البيريد بتكون في مية زيادة في الجسم والوزن ما بيبقاش صحيح، فيستحسن عشان ما يحصلش إحباط أو ضيق إنها ما تقس الوزن في الأسبوع أو كام يوم دول يعني. فاتفقنا إن هو مرة في الأسبوع. في ناس كل يوم بتقيس في الدايت، الجسم مش هيظهر كل ده، مش جهاز هنبرمجه هينزل كل يوم هينزل باوند، ولا لازم كل يوم أشوفه بينزل، في عوامل كتير بتأثر على نزول الوزن. فيستحسن يا إما مرة أسبوعيا في نفس الميعاد اللي هتبدأ فيه الدايت، لو بدأنا مثلا الاثنين يبقى الاثنين كل أسبوع، أو بالكتير مرة في وسط الأسبوع كنوع من الناس اللي بتحب تشوف تشجيع أو موتيفيشن كده إن الميزان ينزل فتتشجع وتكمل أكتر، لأن دايما أول أسبوع في الدايت بيكون أهم أسبوع اللي لازم واحد فيه يشوف نتيجة حلوة علشان يقدر يكمل فيه. تالت حاجة زي ما كنت بقول إن هو الدايت ده زي كورس العلاج، ما ينفعش حد مثلا يجي يقولك أنت عندك ضيق في الشرايين فالعلاج ده هتاخده 12 أسبوع، طبيعي. أنت عندك سمنة فأنت لازم تاخد، أو عندك زيادة وزن أقصد، فلازم مثلا تعمل نظام غذائي لمدة 12 أسبوع أو مدة 6 أسابيع لو أنت الكمية اللي عايز تنزلها مش كتير قوي، فكل واحد مختلف. لكن طبعا ما ينفعش تكون حاجة مجرد أسبوع ولا اتنين وخلصنا، يعني الحلو فيها في المدة الطويلة إن احنا بنتعود على لايف ستايل نكمل فيه بعد الدايت، مش مجرد ان احنا نخس وبعد اسبوعين ثلاثة نرجع نتخن كل اللي خسناه تاني. لا، في حاجة اسمها تثبيت الوزن واللي هو اهم من ان الواحد يخس، اهم من انه يفضل مكمل ويحافظ على وزنه ويستمتع برضه بيخرج كل اسبوع ويلخبط في الاكل، الادام خس ويجي بقية الاسبوع في البيت يبقى اكله مظبوط، يعني الموضوع مش عايزينه يبقى معقد جدا يعني. الحاجة التانية اللي بتبوظ الدايت هو عدم التنوع في أكل الدايت. يعني كل الناس فكرة طبعا أن الأكل الدايت لازم يكون مسلوق وخلاص، ده طبعا فكر غلط جدا. يعني أهم حاجة الأكل الدايت يكون ممتع ويكون فيه فن، مشوي في حلة، ني في ني في الفرن، إضافة زيت الزيتون تعملوا الأكل نطبخ الخضار حلو زي مصر ونسبكه حلو بزيت قليل، لأن حتى الزيت القليل هيتقسم على الكمية كلها ف which is okay يعني. فالواحد يمتع الفراخ، يعملها أنواع كتير، يعمل لو فراخ ولا بيف ولا حاجة، فيها تنوع في الأطباق، شاورما، فاهيتا، ساندوتشات اللي هي بالليتس راب اللي هي زي الخاص كده ونقفل عليه البرجر والحاجات، فيه تنوعات. إن شاء الله يعني يبقى فيه لقاء مخصوص يعني عن أنواع وتغيير أنواع الأكل الدايت، ويكون معنا حد متميز شيف يعني معنا في الدايت. لكن
أهم حاجة إن إحنا ما نزهقش نفسنا عشان نقدر نكمل، أهم حاجة إن إحنا نبقى مستمتعين والطبق شكله حلو عشان نقدر ناكله، وأهم حاجة إن إحنا ما نفوتش من الحاجات المهمة جدا في الدايت، إن إحنا ما نفوتش ولا وجبة من الحاجات المسموحة لنا. ناس كتير بتقول خلاص أنا معدتي صغرت وخدت على الدايت فمش هكمل بقية الأكل اللي مسموح لي. الموضوع ده بيوطي الحرق جدا، كل ما تقلل الأكل المسموح لك في الدايت وكل ما تقلل السعرات كل ما حرقك بيعلى، كل ما تاكل الأكل اللي مظبوط لك في الدايت كله من غير ما تفوت ولا وجبة كل ما تخس أحسن، وكل بعد كده لما تيجي تعمل تثبيت أو المانتنس يعني مش هتتخن، هتكون فهمت الدنيا ماشية ازاي يعني، وزي ما كل واحد طبعا جسمه مختلف يعني. الحاجات المهمة جدا في الدايت اللي هي تعتبر نمبر وان يعني في اي انقاذ اي دايت اي وزن، هو شرب المية الكافي، ودايما بيقولوا ان لازم نص وزنك تشرب مية فيه، لو بالباوند مثلا وحد وزنه 200 باوند يبقى لازم يشرب 100 أونس مية يعني حوالي 4 بوتلز مثلا من دي في اليوم، كل واحد على حسب وزنه يبقى نص وزنه مية. المية مهمة جدا جدا، من غير المية الأسبوع اللي مش تشربوا فيه مية مظبوطة وكم مية كافية مش هتخسوا فيه ولا جرام واحد، وهتيجوا تقولوا أنا ماشيين على الدايت كويس جدا وما لخبطناش خالص بس ما نزلناش. المية الكتير بتنزل المية، بتساعد تنزيل المية اللي في الزيادة اللي في الجسم، وبتبان جدا على الميزان، وبتبان ان انت فعلا الدايت ناجح معاك بسبب شرب المية. شربوها فترة، شربوها يعني، فكرة برضو المية السخنة اللي كنا نسمعها زمان ما يعني مش ما لهاش اي معنى يعني، المية مية زي ما تحبوها، بس الحاجة بس اللي عايزاكم تاخدوا منكم منها ان المية الساقعة جدا يعني انتوا مش هتكملوها، فخلي المية دايما room temperature كده عشان هي دي اللي هتخليكوا تشربوا كتير يعني. والكلام ده متهيألي اللي بيسمعوني وعن تجربة اكيد فاهمين قصدي كويس يعني. الدايت كوك والدايت سودا هم اسمهم دايت طبعا، ما قدرش اقول حاجة غير كده، ومن حين لاخر الواحد بيبقى طبعا محتاج انه يشرب حاجة مش غلط بس مش محبذة في الدايت. ليه مش محبذة في الدايت؟ لان هي فعلا لما تاخدوا بالكم ان انتوا لما تشربوا الدايت كوكو او بنخرج في المحلات ونطلب اي مشروب دايت من الصودا، ان احنا شهيتنا بتتفتح اكتر على الاكل يعني، سواء عاملين دايت او سواء مش عاملين دايت، فهو في جميع الاحوال الدايت صودا بتاكل اكتر يعني، لكن ما يمنعش ان هي مرة في الاسبوع ولا مرتين مع الدايت، او نستبدلها بالمية اللي هي سعراتها واطية، مية المنكهة بتبقى سعراتها تقريبا 0 أو 5 كالوري بكتير، دي مية حلوة وبيبقى فيها فليفرد حلوة او نكهات حلوة جدا، وتقدروا تختاروها وتغيروا بيها وهتديكوا نفس الاحساس، لان في انواع جميلة جدا بتاعت الدايت. سكر دايت زي ما كنت بقولت قبل كده برضو في احد لقاءات التغذية الصحية، ان الاصح شوجر يعني بنستعمله دلوقتي هو الستيفيا، اسمه استيفيا، هتلاقوه طبعا متوفر في كل الاماكن، انا هقربه من حضراتكم، هو اسمه استيفيا، وده يعني اقرب حاجة لان هو يبقى كويس. طبعا سبليندا تعمل عليه ريكول زمان، محدش مش مستحب في الدايت يعني، وانه محدش يستعمله يعني، فخلينا نجوز ستيفيا أأمن وأضمن حاجة يعني. فكرة الجيم، أعمل جيم أو ما أعملش جيم، طب أمشي ولا ما أمشيش، طب ما أنا عملت جيم وما خسيتش، طب أنا رحت كلت دايت، أعمل دايت بس وما تحركش، كل ده هنناقشه في فقرة جزء رياضي مع كابتن سمير كابتن مصر في كمان الأجسام، وهو مدرب في الجيم بكندا، هو يفيدنا أكتر في الموضوع ده. من غلطات قبل ما أكمل، غلطات قبل ما أديكوا النظام الغذائي، هي برضو فكرة العزومات والخروجات الكتير. الواحد لما بيبتدي دايت بيبقى عايز يعني تصميم كده، إن الفترة دي أو الأربعين يوم دول أو 6 أسابيع دول أو 12 شهر دول حسب الوزن اللي أنا محتاجاه، لأن أنا ممكن أكون محتاجة بس 6 أسابيع عشان أنزل مثلا 8 كيلو، وفي غيري محتاج مثلا 30 كيلو، في غيري محتاج 20 كيلو، فكل واحد كل عدد كيلوهات أو باوندز ليها مدة معينة. ما يجيش أقول دلوقتي أنا عايز أخس 40 باوند في أسبوع في 6 أسابيع، مستحيل طبعا، أكيد هيبقى 40 باوند هعملهم مثلا في 5 شهور أو 6 شهور.
لو طبعا واحد ملتزم التزام كام. فكل واحد على حسب الوزن اللي هو محتاج يخسه. نرجع ونقول العزومات لو مش قادرين نتحكم فيها يا نعتذر عنها يا إما نروح ونقول للناس بكل وضوح إحنا في بنعمل دايت ومش هينفع نبوظ، لأن كل عزومة هتروحها كل خروجة وكل حاجة يبقى كل الأسبوع كله باظ، هتعوضه في الأسبوع اللي بعده، هتفضل في دايرة ما بتنتهيش من تبويظ الدايت لحد ما تكره الدايت وتبطلوا تعملوه وتقولوا إن الدايت ما بيجيبش نتيجة خالص. مش عايزين بقى من الجانب الروحي كمان إن إحنا نوصل لمرحلة الشراهة في الأكل بشكل عام، يعني سواء كنا عاملين دايت أو سواء مش محتاجين نخس أصلا، هي فكرة الشراهة برضو في الأكل أو تعظم المعيشة ده مش فكرة محبسة قوي في إيماننا بقى بشكل عام يعني. فدي نقطة برضو إن يكون الاعتدال في الأكل دايما بعد الدايت قبل الدايت من غير دايت يبقى فيه اعتدال، ده حاجة حلوة لينا. أهم حاجة إن إحنا نشرب مية، ما نفوتش أي وجبة من وجبات الدايت اللي هنتكلم عليها دلوقتي. أنا هفتح لحضراتكم الدايت وهشرحه وهقول لكم على تريك حلوة جدا هتفيدنا في العايز يحصل على خسان أسرع وأكتر، بس اللي يقدر يعملها يعني. أنا معاكم على الشاشة هيكون نظام الغذائي كله بالتفاصيل، 6 أسابيع دايت بلان. أنا هشرح كل حاجة، السبب اللي أنا كتبته بالإنجليش علشان أنتوا لما تروحوا تشتروا الحاجة تقروها بالظبط كده. لو حد معانا وعايز ياخد السكرين شوت يتفضل ياخد السكرين شوت، انا هسيبها مده بس اسمحوا لي اشرح لكم التفاصيل بتاعتها. احنا عندنا في الدايت الست اسابيع ده 3 وجبات وون سناك، خليني اقول اوبشن للبريكفاست، اختيارات متعدده كتير ان انتم تقدروا تختاروا منها. لما اكتب one slice whole grain ده واحد شريحة توست whole grain مكتوب عليه whole grain، او البيتا بريد اللي احنا نص بيتا بريد من اللي احنا العيش اللي احنا بنحبه العربي البيتا، بس نختار اللون الغامق منه، او الشوفان تلت كاب شوفان او هو اسمه هنا oats، او low carb tortilla. التورتيا المكسيكان العيش المكسيكان عاملين منه انواع كتير جدا صحية وأنواع كتير جدا دايت يعني، فإحنا محبذ جدا إن إحنا نختار دايما الحاجة الكارب بتاع الكربوهيدرات أو نشويات فيها قليلة، وزي ما أنا كتبها في العنوان زي ما أنتوا هتقروها في المحل low carb tortilla. هناخد معهم يا إما بيض بأي طريقة أنتوا بتحبوها، أوملات بالخضروات، مش لازم طبعا البيض المسلوق، أي نوع بيض بتحبوه. هناخد معاها جبنة لايت أو زبادي جريك يوغرت، الزبادي اليوناني اللي هو يعني أحد الصيحات في الدايت أو الناس كلها بتستعمله دلوقتي في الدايت جدا يعني الدايت، فهو قيمته الغذائية عالية جدا والبروتين فيه عالي جدا، أو زي ما كنت بقول جبنة خفيفة. فأنا في بقى تغيير كتير تعملوه يعني، مش كل يوم يحبذ ان انتوا تاكلوا نفس الفطار، لازم تغيروا يعني. اليوم ناخد فيه توست مثلا مع بيضتين بالخضروات اومليت، يوم تاني اعمل الجريك يوغرت الزبادي احط عليه شويه فاكهه اي نوع من البيريز، يوم تاني اخد التشيز مع تورتيا مثلا واحط خضار في النص واعمله رول كده الفه. لازم يبقى فيه تنوع عشان محدش يعني يزهق من الموضوع يعني، وطبعا يستحسن كل وجبة يكون فيها vegetables خضروات يعني. والشاي والقهوة يكون يا إما الناس اللي مش بيحبوا عندهم حساسية من اللبن، فيا إما اللبن الالموند اللي هو اللوز، أو لبن خالي الدسم، بس حاجة يعني مش كتير يعني. بعد 3 ساعات في ثمرة فاكهة حاجة أنتوا بتحبوها، طبعا مريض السكر ياخد باله من البلح والعنب والمانجا والحاجات اللي سكرها عالي، ويخلي يروح يتجه للفواكه اللي هي سكرها واطي زي البيريز، مجموعات البيريز وزي الحاجات التانية، بس يبعد عن الفاكهة اللي سكرها عالي. بعد كده هيجي اللانش، هيبقى عندنا تاني إما سيرفينج تاني من الهول جرين بريد، نعيش التوست تاني، أو نص كوب رز بني أو نص كوب بطاطس اللي هي لونها أحمر
هنطبخها ونحط عليها خضروات وندخلها الفرن زي ما بنطبخ بتاع يعني أكلنا المصري، أو نص كوب الكسكسي، طبعا ناس كتير بتحبه وهو جميل برضه في الدايت وفي نوع من التغيير جامد جدا، أو نص كوب من المكرونة الهول جرين، المكرونة الغامقة هتلاقوها في كل المحلات متوفرة، مع حتة فرخة قد الكف كده مكتوب عليها 6 أونس. أنا عادة يعني بفضل إن أنتوا حضراتكم تجيبوا ميزان لأن نبقى دقيق، لأن زمان كانوا بيقولنا كل بروتين زي ما أنت عايز، كل مش عارفة زي ما أنت عايز. إحنا جسمنا محتاج من بروتين 20% كله، فعشان كده ما تكتروش قوي البروتين. لو عايزين نتيجة حلوة، هي بروتين مهم، اوعوا تفوتوا ولا وجبة فيها بروتين، بس نقيس دايما 6 أونس هنقي لو جبنا ميزان، او على قد كف ايدينا، حتة فرخة، حتة لحمة، شريمب، جمبري، سمك، تونة. في الصيام ممكن نستبدل بتوفو او شوربة عدس او الفول بتاعنا. الدايت ده ممكن نكمل فيه في الصيام حسب المدة اللي احنا هنعمله فيها، مع 2 كوب فيجيتابلز مطبوخين، 2 كوباية خضار مطبوخين بالطريقة اللي انتوا بتحبوها، اطبخوا زي ما بتحبوه بالأوليف أويل، بزيت الزيتون أو بزيت عباد الشمس، اطبخوه زي ما بتحبوه، بس تطلع، بس ما تزودوش الزيت قوي، المهم يطلع الخضار طعمه حلو وتحبوه، ويستحسن الصلصة يكون ملحها قليل. يعني بالليل هيبقى طبق سلطة وهنحط فيه دريسنج لايت مع حتة فرخة أو لحمة أو خضروات، أو في الصيام نستبدلها بشوربة عدس. يعني لازم نفنن جدا في موضوع الأكل بتاعنا ده. يعني أتمنى تكونوا خدتوا سكرين شوت، أنا سبت مدة طويلة معلش، بس دي ده نظام غذائي حلو جدا هيمشي مع كل الناس، ما اعتقدش ان فيش حد مش هيمشي معاه، بس لو في مريض سكر ياريت ان هو مثلا ياخد سناك زيادة تانية بعد الغداء حسب السناكس اللي الدكتور بتاعته كتبها له، سواء ناتس مكسرات او سواء التشيز ستيك. في اوبشن كتير، مريض السكر بيحتاج ان هو ياخد سناكس دايما، فعشان كده يعني يسأل ويرجع للطبيب بتاعه. الدايت ده حلو، نتيجته حلوة جدا لو استمرينا عليه وتفادينا كل الغلطات اللي اتكلمنا فيها في الحلقة. اللي ما شافش الدايت السيكس ويكس ده، واللي ما شافش الكلام اللي في الأخطاء، يرجع تاني وياخد سكرين شوت منه، واكتبولي في اقتراحاتكم على الفيسبوك بيج كل الحاجات اللي نفسكم تشوفوها في فقرة التغذية في المرات القادمة. احنا هينضم لينا دلوقتي كابتن سمير من كندا، وهيكلمنا عن الجانب الرياضي في الدايت، لأن الرياضة جزء لا يتجزأ من أي نظام غذائي. مساء الخير كابتن سمير. أهلا، مساء الخير، أهلا بحضرتك، أهلا بيك وأهلا بحضرتك. أهلا بيك معانا للمرة الثانية، طبعا ضيف دائم، نستفيد ونتعلم من حضرتك دايما، وزي ما كنت بقول بنتكلم النهاردة على فقرة الدايت المهمة. والسؤال المعتاد بقى، أنا بروح الجيم قد كده وما بخسش، وانا اقعد في البيت اعمل دايت ولا احتاج رياضه ولا احتاج جيم خالص. ايوه، وناس تانية بتقول طب احنا بنقعد في الجيم قد كده وبنعمل دايت صعب جدا وبرده ما بنخسش، موضوع صعب جدا. قد ايه انت شايف حضرتك ان الرياضه مهمه في الدايت، والموضوع الخسسان بيحصل او بيمشي ازاي؟ يعني ايهما اهم؟ يعني شوف، اقول حاجة على حق. أي عملية إنقاص وزن من غير رياضة فهي لها نتائج سلبية أكتر من النتائج الإيجابية. يعني إيه؟ يعني أول حاجة مثلا بالنسبة للست، طبعا علشان تنزل بس بالدايت باتباع نظم غذائية وما تعملش أي نوع من الرياضة، فهي كده الجلدة بتاعت الست ما بتطبعش بسرعة، فاللي يحصل ان هيجي لها ترهلات. وللأسف ان العلاج الوحيد للترهلات دي كلها انها بتعمل عملية، وفي منهم كتير قوي بيفكروا ان هم يقولك لا يا ريتنا كنا فضلنا في الشيب الاولاني بتاعنا، يعني رافضين الشيب اللي هم وصلوا له. فعشان كده يعني يا ريت بالذات لما نيجي ننزل الوزن لازم حاجتين يكونوا بارلل مع بعض متوازيين، ان انا بظبط اكلي وان انا بلعب
بلعب رياضه. حتى كمان لما انا بنزل بالاكل بس بتبان عليا علامات الهزل وبيحصل لي ضعف عام. فلازم وجود رياضه، لازم وجود رياضه مع نظام الدايت. نظام الدايت موضوع زي بقى يعني ناس كتير عمرها مثلا عندنا دلوقتي بتسمعنا عمرهم ما عملوا اي نوع من الرياضه، في ناس بتكتفي يعني ما يعرفوش اي حاجه عن الجيم، انت مثلا تنصحهم حضرتك تقول لهم ايه النهارده؟ ازاي الواحد يبدا؟ ازاي يبتدي يدخل الرياضه كستايل حياه يعني؟ شوفي هقول لك على حاجه، انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول الرياضه يجب ان تكون، انا مش بتفلسف يعني، بس دي حقيقه يعني، الرياضه يجب ان تكون كالماء والهواء. يعني اللي بيلعب رياضه فهو راجل بيحافظ على صحته، واغلى حاجه عند الانسان هي صحه الانسان. فانا بنصح ان كل الناس تبتدي تلعب رياضه. دلوقتي في مشكله اعتقد انها موجوده عندنا في كندا وستيل عندكم في امريكا، ان الجيمات لسه قافله، لكن ده ما يمنعش ان انا ممكن اخرج اتريض في الباركات، لو عملت شويه مشي، لو عملت شويه جوجينج، لو عملت حبل، لو عملت اي حاجه هعملها. فالرياضه مش معناها ان انا العب لعبه معينه، الرياضه مش معناها ان انا العب جودو، العب كاراتيه، العب سباحه، الرياضه هي ان انا بعمل اي حاجه بتحرك كل عضلات جسمي. ده المفهوم الحقيقي للرياضه. لكن بقى في تنوع، في واحد بيلعب جودو، واحد بيلعب كاراتيه، واحد بيلعب بوكس، لكن الرياضه ادام انا بدات اعمل تمارين بحرك فيها كل جسمي فانا كده بعمل رياضه. هل في ناس ما ينفعش اصحاب مثلا امراض معينه ما ينفعش خالص يمارسوا الرياضه؟ طيب نعم نعم مفيش. لا لا انا فاكر حضرتك بتقولي لي في لا بص اقول لحضرتك على حاجه، على فكره اقول لك على حاجه، اصحاب يعني اللي عندهم امراض تقيله شويه، زي مثلا زي اللي عنده القلب ده محتاج رياضه نمبر 1، اللي عنده السكر محتاج رياضه نمبر 1، اللي عنده كوليسترول هاي كوليسترول محتاج رياضه نمبر 1، اللي عنده مشاكل في الكلى ده من عشان هو قاعد باستمرار محتاج رياضه. فالرياضه النهارده بقت بتعالج امراض، يعني لدرجه ان مثلا انا لو يكون مثلا عندي مثلا كلاين وعنده سكر وعنده كوليسترول وعنده المشاكل دي كلها، بعد لما بنزل له الوزن وبمشيه شويه في الرياضه بقول له روح للدكتور، عشان اكيد الدكتور هيخفف لك الجرعه، لو انت على جرعه عاليه بيخفف لك الجرعه. وفعلا ناس كتير قوي بيقولوا بيبقى على جرعه عاليه من الادويه بعد فتره من الرياضه، بعد 3 4 5 شهور بيروح للفامي دكتور بتاعه بينزل له الجرعه. فمفيش اي مرض يعوق مثلا حتى العمود الفقري. او شوف اقول لك الحاجه، العمود الفقري ده هو العمود الفقري بيتصاب لانه ضعيف. يعني هو بيتصاب ليه؟ الاماكن اللي بتتصاب هي الاماكن الضعيفه. لازم انا اشتغل عليه. انا لما انا العمود الفقري بتاعي يتصاب انا ابتدي اشتغل عليه، اخد شويه لايت ورك اوت عشان اقوي العمود الفقري. وبعدين خلي بالك بقى، دي بقى حاجه مهمه جدا جدا جدا، العمود الفقري ده سبورت بعضلات من الناحيه دي ومن الناحيه دي. لك ان تتخيلي ان لو العضلات دي قويه وفي اصابه، الاصابه مش هتبان، لان العضلات ديت زي عمودين خرسانه ماسكين الفقرات. فعشان كده لما بيجي لنا واحد عنده مشاكل في العمود الفقري بنبتدي نقوي له العضلات بتاعه القطنيه عشان تبقى هي دي اللي شايله الحمل. فلما بتقوى خلاص بيبقى في حاجه تانية هو معتمد عليها الى جانب العمود الفقري، لا يعوق أبداً. يبدأ بحاجات خفيفة مع العلاج الطبيعي ويبدأ واحدة واحدة. قد إيه مهم إن الواحد يبدأ اللي ما بيلعبش رياضة وبيسمعنا دلوقتي، وزي ما حضرتك بتقول إحنا عندنا في كل مكان في المهجر أماكن حتى للمشي. بالظبط. نبتدي إزاي؟ أنا لو حنا واحدة عمري مثلا يعني نفترض إن أنا عمري ما لعبت رياضة أو ما رحتش الجيم، حد بيسمعنا دلوقتي من أمهاتنا الأفاضل وأسرنا ونفسهم يبدأوا كده بس خايفين يتعبوا، خايفين يبدأوا إزاي؟ يبدأوا بالمشي، يعني يبدأوا إن هم يبتدوا بالمشي. وبعدين أنا عايز أقول حاجة على حاجة، اللي بيمشي ساعة مش أقوى من اللي بيمشي 10 دقايق، لا هو اللي بيمشي ساعة فضل يتمرن
كان 10 دقايق بقى 15 مينتس بقى 20 مينتس بقى 40 مينتس لغايه لما وصل للساعه. مفيش ما يمنع ان انا امشي 15 مينتس واتعب واقعد. مفيش مانع ان انا اقعد اسبوع امشي 15 مينتس يعني، لكن في الاخر هوصل لان انا اوصل ل 45 دقيقه. المشي المفروض لا يقل عن 45 دقيقه. يعني المشي معدله سريع او بطيء بقى، انا بمشي الخطوه اللي هي اللي احنا بقى، انا دخلت الجيش، اللي هي المشيه العسكريه. زائد ان انا ممكن مثلا وانا ماشي مثلا ابتدي مثلا احرك دراعتي، ابتدي مثلا اعمل مثلا اي ورك اوت كده، بحيث ان انا وانا ماشي بشغل فوق وتحت. اي حاجه اعملها اعمل مثلا كده، اعمل كده، اعمل كده، اعمل اي حركه بايديا، بحيث ان انا ببقى بشغل رجليا وبشغل ايديا. وهي دي الرياضه بقى. انا كده بعمل رياضه. انا كده لما حد يسالني اقول له انا راجل بعمل رياضه. حتى لو انا ما بروحش الجيم وعملت ده في البارك والكلام ده كله، فانا بعمل رياضه. نبتدي 5 دقائق 10 دقائق لغايه لما نوصل ل 45 دقيقه. لو نقدر نعملها 4 5 مرات في الاسبوع ليه لا؟ لو اقدر اعملها كل يوم ليه لا؟ يعني حضرتك بتقول ان المشي رياضه يعني متوفره في كل مكان بالظبط، متناول الجميع ومش مرهقه لاي انسان بايا كانت حالته المرضيه. نهائي نهائي نهائي. وسيف وفي الوقت نفسه كمان بتقوي عضله القلب، وفي الوقت نفسه برضه بتقوي الشرايين وبتعمل سيوله في الدم. ويعني لا المشي رياضه جميله، مش عايزين نستهون بيها، مش عايزين نقول ايه يعني هل انا بمشي. لا انت بتمشي، لا انت بتلعب رياضه. انا بقول لك انت بتلعب رياضه. وانا بيجي لي وبالذات كمان لما بيكون الاوزان الثقيله الهيفي ويت وكده وبتاع، كل اللي مطلوب منه مش قاعد خالص، انت بس امشي. بمجرد ان انت بتمشي بتنشط الدوره الدمويه. فالمشي رياضه. طب دي نقطة مهمة لحضرتك بتقولها برضو، الأوزان لما تكون تقيلة ما ينفعش إنها تبدأ بالجيم، يعني هيبقى مرهق عليهم جدا جدا وظلم. أنت شايلة 100 كيلو وراح تشيلي ويت تاني، فلا طبعا غلط غلط على القلب. يعني لما بيكون وزن تقيل ولا حاجة إحنا بنفضل معاه لغاية لما ننزل وزنه، وبعدين أبتدي بقى أدخله على الجيم إن أنا أشيله ويت وألعبه ماشين. لكن لازم ينزل ويت قبل ما يقرب، لازم ينزل وزنه قبل ما يقرب من الويت، لأن أنت محملة على المفاصل ومحملة على القلب ومحملة على الشرايين ومحملة على كل أعضاء جسمك. فأنت مش وبعدين خلي بالك برضو أغلبية الهيفي ويت بيبقى يعني بيبقى في معرضين للجلطات في لحظة، يعني في ثانية تبص تلاقيه مع مجهود جامد ممكن الجلطة تيجي في الشريان بتاع القلب تضيعه يعني. فعشان كده لا نحبذ نهائي أبداً ان اي هيفي ويت يعمل اي حاجه غير انه ينزل وزنه. لو هو مثلا وزنه 100 يعني احنا مثلا هنا عندنا اوزاننا، واكيد في امريكا انت عندك كل الحاجات دي كلها، الاوزان عندنا الهيفي ويت 145 و165، ما اقدرش اقرب منه ولا ادخله جيم الا لما اوصله لل 80 او 90 ابقى ضمنت ان انا خفيت اللود من عليه. انا في حد معانا هو على الفيسبوك بيقول انا عندي مشاكل في العمود الفقري والروماتويد وحاجات كتير مش بقدر امشي، وطبعا وزني زايد. حضرتك بقى اللي تقول ترد يعني. اتفضل حضرتك. بص اول حاجه طبعا ياخد باله من الاكل، لان هو قاعد في البيت فلازم يظبط الاكل. تاني حاجه لما يمشي هيتعب، وده وضع طبيعي. مش معنى ان انا تعبت معناها ان انا مش هنجح في موضوع المشي. طبيعي انك تتعب. لازم نفهم حاجه كويسه جدا في الرياضه، عندنا اسس بنشتغل بيها. ايه هي؟ اللي بيعمل 100 بوش اب، اللي بيعمل 100 ضغط مش اقوى من اللي بيعمل 5. الرياضه يا جماعه، الرياضه بالممارسه، الرياضه بالممارسه. فوضع طبيعي. انا مثلا لو عندي واحد مثلا وبعمل له التمرين بتاعه وبعد 5 دقائق تعب، انا بوقف له التمرين خلاص. انت اوكي، تاني مره اخليهم 7 دقائق، تاني مره اخليهم 10 دقائق. مش معنى ان انت تعبت في خلال 5 دقائق فمعناها ان انت مش هتقدر تتمرن. ده وضع طبيعي، انت في حاله سكون، كل جسمك في حاله سكون. فانت هل في حد في الزيرو باور فجاه ينط للفول باور؟ لا طبعا مستحيل. واحد في فطبعا يعني انا بنصح حضرتك، بقول لك ما تستسلمش وابتدي اتمشى، اتعب اقعد وما تكبرش وما تعاندش. اتعب، listen to your body، جسمك بيقول لك انت تعبان اقعد.
اقعد ارتاح، كمل باورك قوم اتمشى تاني، كل مره زود شويه زود شويه. قد ايه اهميه الميه، شرب الميه اثناء الرياضه وفي اثناء الدايت يعني؟ بصي انا عامل هوم ورك لكل الكلاين اللي عندي، ده هوم ورك يعني، ده ما فيهوش نقاش يعني. الهوم ورك بتاعهم كل يوم 8 مني. بصي انت على غفله اهي يعني، سد جنبي يعني على غفله دي 16 اونس، فانت بتقول 8 في دي طبعا. يعني طبعا شوفي الميه ديت، خلي بالك انت 65% من جسمك ميه، الميه لما بتنقص في الجسم بتعمل مشاكل جامده جدا. فانصح طبعا بشرب الميه بالذات في الصيف. في التمارين تشرب ميه لما تقول يا بس. خلي بالك بقى مشوا وهما بيتمشوا برضه، تنصح بان هما يشربوا الميه اثناء المشي؟ الميه بتاخر الشعور بالتعب يعني. انا هقول حاجه على حاجه، لو انا النهارده مثلا وقفت الميه لمده 10 دقائق انا هنزل زيرو باور. الميه بتاخر الشعور بالتعب، كل لما بدي نفسي بق بيديني باور تاني. والمفهوم بقى الخاطئ ان الميه طب انا عملت ايه، ده انا ده بقى المفهوم الخاطئ بقى اللي عايزين نصلحه. يقول لك ايه؟ يقول لك طب انا كده يا عم انا عملت ايه، ما الميه اللي انا نزلتها ما انا رجعت شربتها تاني فانا ما عملتش حاجه. بقول لك لا حضرتك، الميه اللي نزلتها دي ميه محمله بالاملاح وبالفات، لكن لما جيت شربت بيور ميه، فانت بدلت فاسد بصالح. العرق ده عباره عن ايه؟ املاح وفات، خرجتها من جسمي زائد السموم بتاعت الجسم. طب دخلت ايه بقى؟ دخلت بيور ووتر. فالميه بالذات كمان بالنسبه للست، لانها طبعا بتحافظ على الجلده وبتحافظ على البشره الرونق بتاعها يعني. بالظبط كده يعني. خلينا نرجع ونقول مع تاني للساده المشاهدين ان هو في ناس في بعض الحالات طبعا ما بتقدرش تعمل رياضة، زي ما حضرتك بتقول خلاص اعمل أكلك يبقى مظبوط وامشي عليه وهتخس واحدة واحدة، ولو قدرت تحاول تمشي 5 دقايق وتقعد 5 دقايق، هي الرياضة بتيجي واحدة واحدة، وكل ما الواحد بيدوس مش بيدوس فيها يعني، كل واحد ما بيتمرن فيها كل ما بتزيد يعني بيبقى عنده باور أكتر، وبيبقى المرة اللي بعديها أحسن وأحسن. أهمية الجيم بيأثر قد إيه في النظام الغذائي يعني؟ لان انا دي تاني ان ناس كتير اننا كشعب مصري بيهمل جدا في يعني زي ما حضرتك بتقول الشكل ما بيبقاش بيبقى بهتان وتعبان كده. شوفي هقول لك على حاجه، احنا بس هي المشكله ان احنا كمصريين ما زلنا برضو ساعات برضو بنهتم قوي ان احنا يعني ناكل بنفس العادات اللي كنا بناكلها في مصر. طبعا طبيعه البلد اللي احنا عايشين فيها بتختلف تماما، فالاكل لازم يعني يتوازى لطبيعه الجو اللي انت عايش فيه والحياه اللي انت عايشها هنا. فما زالوا برضو لسه برضو بجايين بنفس المعتقدات بتاعت مصر. مصر ليها طبيعتها وليها ظروفها، هنا البلاد هنا مختلفة تماما. فلازم اعرف كويس قوي مثلا ان الجانك فود مثلا يعني هنا مثلا ببلاش. فطبعا اول حاجة لازم اعملها ان انا امتنع تماما عن الجانك فود. لما تلاقي البرجر بطلار، فطب يعني في اسهل من كده ايه؟ ما اجيب لي 4 5 حلت المشكلة؟ لا طبعا. مع الاخذ في الاعتبار برضو يعني فترة الشتاء هنا فترة عنيفة، فأغلبيتنا بنقعد في البيت، فبتلاقي مفيش أي حاجة نعملها غير إن إحنا ناكل، فالوزن بيزيد. أهمية الجيم بالنسبة لل يعني للي عايز يتمرن يعني، بالنسبة للي بيعمل دايت، بالنسبة حتى اللي مش عايز يخس يعني، يعني قد إيه رياضة مهمة للواحد عايز يخس عايز يتخن يعني في جميع الأحوال يعني؟ شوفي أنا هقول لك حاجة على حاجة. الجيم اهميته في ايه؟ اولا انت لما بتروحي تمرني في الجيم فهو بيديكي موتيفيشن، وفي الوقت نفسه عندك امكانيات. يعني انا مثلا لو واحد يقول لي اتمرن في البيت ولا اتمرن في الجيم، لا اروح اتمرن في الجيم، هتاخد موتيفيشن اكتر، هتلاقي
حد بيعمل تمرين جديد عليك هتعرفه، هتلاقي حد يرشدك يقولك انت شغال غلط او انت شغال صح، بس اختار الشخص الصح اللي يوجهك. يعني بالذات لما تيجي تاخد نصيحة بالذات في الجيم، يعني خدها من واحد كواليفايد، لانه ممكن يدي لك حاجة تعمل لك إصابة. صحيح، تعمل لك إصابة. ده بنشوفها كتير فعلا، يعني في ناس بيدخلوا ويتعاملوا مع المدربين فبيديهم حاجة فوق طاقتهم ويتعبوا جدا، وبعد كده الناس برضو ما بتكملش. يعني فكرة الاستمرارية دي برضو فكرة مهمة جدا، لو الواحد تعب ما بيكملش. موضوع الاستمرارية ده مهم جدا. احنا يعني انا مثلا بتضايق قوي لما حد يجي يقول لي انا عايز اعمل رياضة عشان اخس، بزعل قوي. بقول له يعني انت لازم تعمل رياضة عشان تستمر في الحياة، عشان تعيش عيشة كريمة، عشان ما تعرضش نفسك لأمراض والمشاكل. يعني زي ما انت حريص انك تعيش في بيت كويس، ازاي انت مش حريص انك تعيش في جسم كويس؟ صحيح. يعني واحنا بنشوف الكلام ده في المهجر، بنشوف ناس يمكن اعمارهم اكبر مننا ونقول الله ده مش باين عليهم سن خالص، وجسمهم رياضي جدا، ومديهم سن اصغر منهم بكتير جدا في طريقه المشي، في طريقه اي اكتيفيتيز بيعملوها بيبقوا عندهم يعني صحه، ونقعد نبص لهم نقول ايه ده مش معقوله يعني. أيوة. طيب انا معايا كام سؤال في الفيسبوك، انا اسفه لمقاطعه حضرتك برضو عشان أرد عليهم. يعني في حد بيقول يعلم ربنا أنا بعمل علاج طبيعي وعلى قد ما أقدر، رغم أن أنا بعمله بدموع يعني، لكن لازم أعمله، بس وزني 115 وسني كبير فمش عارفة أعمل إيه يعني. بصي، أول حاجة أرجع أقول له أنت، يعني أول حاجة أنت زدت عن طريق بقك، مش هتخس غير عن طريق بقك. فارجع واقول له اعمل نظام غذائي وحاول. انا بقى نصيحتي ايه بقى؟ حاجه زي كده بنصح بايه؟ مش بنصح بان هو يعمل نظام غذائي قد ما انا بنصح ان هو يقلل الوجبه. يعني لو انت بتقوم الصبحيه بتفطر رغيفين، من فضلك خليهم رغيفين الا ربع. ابتدي ما انت بتتعود، خليهم رغيف ونص، ابتدي قلل في الوجبه. فدي اول نصيحه انا بقدمها له. تاني نصيحة بقدمها له، بقول له من فضلك لما تيجي تغرف ما تغرفش أكتر مما أنت عايز، لأن إحنا للأسف ساعات بيبقى التارجت بتاعنا مش إن إحنا نشبع قد ما إحنا التارجت بتاعنا نخلص الطبق. يعني لو أنا مثلا الطبق بتاعي فيه 8 معالق رز، فأنا شبعت بعد 4 ما بوقفش أكمل الأربعة التانيين، فدول دول بيتحولوا لكربوهيدرات، موضوع كربوهيدرات زايد يتحول لفات. فانت بالنسبه نصيحتي للهيف ويت، لما تيجي تنزل وزنك بديهم نصيحتين مهمين جدا. اول حاجه قلل في الوزن. انا مش هقول لك قوم الصبحيه تاكل لك بيضتين وبتاع واحطك تحت روز، هقول لك لا، اللي انت بتفطره الصبحيه من فضلك لو هو كان كم قد كده خليه قد كده. يعني قلل واحدة واحدة، مش مرة فجأة كده من 3 رغيفة لزيرو خالص. أنا عندي كلاين بتفطر يعني كل يوم 8 كيكة. 8 كيكة اللي ده الفطار بتاعي. كل اللي عملته معاها قلت لها طب نقدر نخليهم 7، طب نقدر نخليهم 6. النهاردة إحنا واصلين لوحدة وأعتقد يعني إن ممكن تبطلها. لكن لو أنا قلت لها وقفي الـ8 خالص، نوي هتكره. إحنا برضو مش عايزين الدايت يكون نكرهه، زي ما كنت بقول في أول حلقة لازم نغير وجبات ونفنن في وجبات الدايت، وما نبقاش زي زمان بقى زي ما تعودنا تعليم غلط كله عن فكرة الأكل والمسلوق والسوتيه. لا، الدنيا اتغيرت خالص، وبقى في إمكانيات في المهجر لعمل أشكال وألوان يعني بأكل الدايت، وهو يعني في جميع الأحوال هو أكتر راحة للمعدة يعني. حتى بعيدا عن، في سؤال لحضرتك، يعني لازم شرب المية من إيمان جندي، لازم شرب المية وقت المشي ولا لا؟ لا، ده إجباري، ده مش أوبشن. خلي بالك، عايز أقولك على حاجة، أنت إزاي تفقدي مية وما تعوضيهاش؟ لازم تعوضيها. لا، وبعدين خلي بالك إن المية بتعادل. المية بتعمل إزاي؟ بتعادلك درجة الحرارة اللي بره زي درجة الحرارة اللي جوه. فما ينفعش ابدا وانا بعمل ورك اوت ما اكونش معايا الميه بتاعتي.
وبعدين عشان نمشي 45 دقيقة الإزاز ديت أبقى خارج من البيت معايا منها ثلاثة. ال 45 دقيقة المية إجباري، لو ما شربتش مية واحد حصوة في الكلى، اتنين الشعور بالتعب، ثلاثة مشاكل في الجلدة، أربعة ودي بقى الأصعب والأصعب، لزوجة في الدم، مفيش الدم ماشي بالزوجة، المية بتفك اللزوجة بتاعت الدم فبيدي انسيابية، بتلاقي الدم ماشي ببساطة. فالمية في أي ورك أوت، حتى لو في الشغل، لو أنا بعمل شغل شاق، بعمل مثلا رينوفيشن ولا حاجة، لازم أشرب مية باستمرار. يعني احنا كده يعني احنا مستمتعين بالكلام طبعا، عمر ما بيخلص عن الدايت، ولان هو ده الموضوع الشاغل لناس كتير جدا، يمكن الناس كلها بتجتمع على حب النظام الغذائي والدايت، وهيكون لنا فقرات ان شاء الله كتير متنوعه فيها ومختلفه في كل مره. انا تعبت حضرتك معانا النهارده يا كابتن سمير، واسعدتنا يعني بوجودك معانا النهارده في برنامج كنيستي في المهجر. شرف ليا يا فندم، شرف ليا، ويعني مش عارف اقول حاجه على ايه، يعني اشكرك جدا ان انتوا بتستضيفوني، وده شرف ليا، وتشرفت بحضرتك، واهلا بيكم في اي وقت، اتمنى فوق راسي فوق راسي. وللسادة المشاهدين، الدايت اللي اتكلمنا عليه بتفاصيله موجود في الحلقه، اللي يحب يرجع لها ويتفرج عليه، واللي عنده اسئله احنا يعني انا وكابتن سمير على الفيسبوك هنرد في اي وقت. ندخل على صفحه لوجوس في فيسبوك، الاسئله اللي تخصه والاسئله تخصني، فانا هرد على حضراتكم. اطلبوا مننا المواضيع اللي عايزين تتكلموا فيها المره القادمه في فقره التغذيه. هنتكلم في انواع كتير من الدايت، مش بس الدايت بتاع النهارده، الدايت بتاع النهارده كومن يشتغل يعني مع مختلف الناس، لكن في انواع دايت تانية مختلفه للي يقدر يعملها نتكلم فيها، وهنتكلم في الصيام الانقطاعي وحاجات كتير جميله جدا مفيده. واستمتعنا جدا بوجود حضرتك معانا وانضمامك للحلقه، وان شاء الله نشوفك في مرات قادمه. احنا هنطلع دلوقتي مع